متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. في هذا رمضان 2021 بنت العرب سهيلة بن لشهب والتي أصبحت فيه مقدمة برنامج اربح مع ساهو، لاحظ متابعوها أنها ظهرت بإطلالتين، فالإطلالة الأولى والتي كانت في خلف الكواليس، والأخت الكبرى كعادتها تبدأ في قصات شعر سهيلة بن لشهب. سهيلة وبعد هذه الغمزة هي تظهر في أحدث إطلالة لها. الحكم سيكون أنتم بالطبع، فهل وفقت سهيلة بن لشهب في هذه الإطلالة؟ اتركوا لنا أراءكم في صندوق التعليقات. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.